يعني هذه ميم با واحد جوج ما كامله جوج دقائق، دقيقه وراها بزاف، وهذا راه تقدري تسرحيه يعني يدير لك هاد لابارتي. راكو تشوفوا البنات حتى انا ما خرجتش من هنايا بيدي خاويين، حتى انا راني ديت عليها شي حوايج حتى انا بغيت نجربهم. كاين هاد الكوماج هذا ديال لوبان داكار. خوتي خواتاتي كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير كيف العاده. المهم نشوفكم فيديو جديد وان شاء الله هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. قبل ما غادي نبدا الفيديو بغيت نقول لكم هدو خلي واحد تعليق وخلي واحد جيم وبارطاجيو الفيديو باش ان شاء الله يوصل كاع لافامي ديالكم وحبابكم وصحابكم. كيما راكم تشوفوا راني في واحد المحل اللي نقولوا شي حاجه اللي بيو وكتخدم على اليد. المهم غادي نشرحو لكم وكاين شي حوايج عجبوني شرحتهم لي السيده غادي تشرحهم لكم كذلك. والاثمنه دايره اثمنه متناول، اثمنه رائعه البنات. المهم قبل ما غادي ندخلوا في المنتجات غادي نقول لكم على لوكاليزاسيون تاع الفيديو. بالنسبه للعنوان البنات كما راكم تشوفوا هذه الطريق منا اللي كتطلع للمرجان ماركت، كاين هذا الباب نتاع سوق مليليه اللي جايه في هذا الطريق. المهم غادي ندخلوا معاها نيشان، غادي نمشيو غير نيشان. كما راكم تشوفوا كاين هذا المسجد، مسجد بلال اللي كاين وسط سوق مليليه، غادي يجيكم على يدكم اليمين وغادي تزيدوا نتوما غير نيشان. كما راكم تشوفوا غادي نوصلوا لهداك مول السبردينات، غادي ندخلوا مع هاد الدرب هذا. ها نتوما غادي تلقاو هاد 2007 فيها هادي ديال الام سي او، ونزيدوني شان هاد الدرب اللي رهيبه لكم اونفاس ندخلوا معاه ديريكت الحانوت اللي رهيبه لنا هنايا برا عندهم هاد الخزنات ديال الزاج مخرجينهم. هذا هو المحل ديال غزال بيو. بالنسبه اللي ما عرفتش غادي نخلي لكم لا كارت فيزيت ديالها وتواصلوا معاها. كيما راكم تشوفوا غادي نبداو بهاد المقطر هذا لعلاج تساقط. مهم السيده غادي تزيد تشرح لنا. هذا مقطر نتاع الازير. السلام عليكم بيضاء، نتمنى ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه على متتبعي قناه الدنيا. مرحبا بيا ومرحبا بكم عندي ان شاء الله في المحل ديالي وتعاونيتي المتواضعه. هذا مقطر نتاع الازير، هنا كنقطروه يعني عندنا لاباغي في الدار كنقطرو. المقطر هو كيعالج التساقط وتقدري تخليه سبرايس، يعني ماشي مشكل انك تخليه وما تغسليهش، يعني هو كيعالج في نفس الوقت كيحمي الشعر. هنايا يعني عندنا الماسك نتاع الخيار، فالخيار هو كيحيد التهيجات نتاع البشره وكيفتح لنا اللون نتاع البشره. يعني الخيار عنده بزاف نتاع الفوائد بالنسبه للبشره اللي هي حساسه. عندنا هذا لو ماسك كنديروه جوج مرات في السيمانه فكيعطي واحد ليفي صراحه زوينه بالنسبه للبشره الحساسه. عندنا الكريم ديالو كيدار حتى هو بالليل اولا تقدري ديريه حتى بالنهار، ومن تكوني خارجه ديري يعني كريم سولار ديالك. بالنسبه للاثمنه هذا الثمن ديالو شحال؟ هذا الثمن ديالو 30 درهم. 30 درهم. وهذا الماسك؟ الماسك 60 درهم. 60 درهم. والكريم داير 50 درهم. 50 درهم. علاش قلت لكم البنات عندها واحد الاثمنه اللي زوينه وشي حاجه اللي طبيعيه. كاين عاود هادو، هادي عندنا هنا مخماريه نتاع الجسم بارفان تاع بلاكوبيون، كدهنيها الجسم ديالك كتبقى يعني واحد الريحه زوينه في الجسم ديالك كدوم مده طويله وكترطب. ما شاء الله شحال دايره؟ 40 درهم. 40 درهم. وهذا هذاك كوماج حتى هو نتاع الخيار كنديروه جوج مرات في السيمانه كيقشر الوجه ويحيد يعني كاع دوك الرواسب اللي كيكونوا عندنا في لابو ديالنا ديال الجراء نتاع الجو وداك الاوساخ الزيوت. يعني كوماج عادي كما كي غير هو ديال الخيار، يعني تابع للباك ديال الخيار كيتداو جوج مرات في السيمانه والثمن ديالو 60 درهم. 60 درهم. بالنسبه للي فوق في كاين في لي باك، انا الا خديتي باك كامل فكينقص لك يعني كيتحسبوا كاملين ب 50 درهم. 50 درهم 50 درهم 50 درهم يعني 150 درهم الباك كامل. هذا اللي عجبني قالت لي عليه واحد الميزه اللي زوينه البنات وغادي تعجبكم حتى نتوما. هذا واحد لو سيروم اللي خدمناه بالاعشاب والزيوت يعني عن دراسه، كيدار بلاص لاسير كيدار اليدين الرجلين، يعني عوض ما نديرو لاسيغ وداك التقساح دابا في البرد غير شنو هو البشره الحساسه ما كيصلح لهاش. يعني كاين الناس اللي عطاهم واحد النتيجه زوينه وكاين اللي ما قدرولوش حيت اللي عندهم البشره الحساسه بحال اللي شويه كي العشبه باش مخدوم شويه حاره داكشي علاش. ف يعني بزاف ديال الناس اللي خداوه مبقاليش منه بزاف غير هاد الحبات، يعني نخليهم للكليانات ديالي اللي ديجا كيستعملوه. بالنسبه للثمن داير 50 درهم، هذا الصغير، هذا الكبير داير 100 درهم. كيما راكم تشوفوا هاني غادي نجرب حداكم.
لاحظي معايا الشعره غادي تبدا غادي تبدا تموت الراسه غادي تبدا تلوى يعني هذه ميم با واحد جوج ما كامله جوج دقائق دقيقه وراها بزاف وهذا راه تقدري تسرحيه يعني يدير لك هاد لا بارتي كامله دونك هنا غادي تلاحظي معايا شويه ريحته بدات كتبدل ريحته فليو بدات غادي تبدا تبدل تولي تولي ماشي فليو معليش المهم الا كانت كتهدني بيا لي يعني حسن انك ديري الزازوار ولا ديري لاصق الشعره كي بدات كترجع كتشوما الاول ما كانتش كتبان ديك الزغبه عندك بزاف فدابا راه كتبان مزيان حيت هو كيدخل في البصيله باش كيقطن هذيك البصيله اللي كتنض منها الشعره مع المده كيبدا ينقص 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 ما كيبقاش ينوض غير كما كنقولها ونعاودها لان البشره حساسه ما ننصحوش بها لان العشبه باش مخدومه يعني اللي بغاو يعرفوا كاع البلاطيق يتواصلوا مع الاخت غزلان وهي غادي تقول لكم يعني المناطق اللي كتقدروا تستعملوا فيهم الزغبه كيفاش بدات كتموت شفتو بدات كتموت الراس دونك هنا ملي نشوفها وراه ما كيحرق ما والو بالنسبه للبنات اللي كيدير اليدين والرجلين ما كيحرقش مناطق اخرى كيدير واحد شويه نتاع لي زيسيل المناطق المتاويه كيدير واحد شويه نتاع انتيشتي كيرجع فدونك هنا غادي نجي كاين اللي كدير غير الماء بعض المناطق غير الماء وتغسلي باش ما كتحكيش باش ما يدير لك شي حساسيه اولا يعني بلا تجي غير هكا غير بشويه والله الا خاطره البنات شوفوا صراحة والله كنصحكم به انا كنصحكم به من هذا المنبر شوفوا فمع كثره الاستعمال المره الاولى الزوجه من بعد ما غاديش يبقى ينوض بديك الدرجه كاع كامله ها انتما شوف وكيفتح حتى ديك البلاصه كتفتح ما كيتبقاش نفس اللون والله الا بحال تقولوا فوتنا عليه بلاصه هذا عندنا هنايا باك النيله باك النيله راه معروف حاجه واحده اختي دنيا اللي بغيت نقول لك يعني تقدري تلقاي باك النيله او باك اللوبان او عند بزاف نتاع الناس بزاف نتاع التعاونيات ولكن اللي كي مغاديش نقول لك اللي كيميزنا التركيبات كل منتوج كيكون التركيبه ديالو فدونك ملي كنكونوا قرينا على شي حاجه وفهمناها فكنقدروا ندخلوا مثلا ما نديروش غير كريم دو باز مع النيله نقدروا نديروا حمض سالي ساليك الهايلورونيك يعني بزاف ديال الحويجات اللي كيعطيو واحد الفعاليه للمنتوج ديالنا وواحد القيمه اكثر من يعني من المنتوج العادي اللي كنشوفوه النيله واللوبان يعني بزاف فهمتيني شنو بغيت نوضح لك يعني كيكون زايد شويه على حسب التركيبات كاين حتى هكا البودر الا بغاو يديوها شحال دايره راه اصليه هذيك نتاع الصحراء دايره 20 درهم 20 درهم عندنا هنايا الكريم ديال تابع لوغوماج فحتى هو اونتي طاش كيحيد التصبغات الكليف فبزاف ديال الناس اللي بداو عليا الحمد لله لقاو واحد النتيجه زوينه يدار حتى هو في الليل اولا تقدري ديريه في النهار بالنسبه للثمن نفس الاثمنه نتاع لي غوماج ونتاع لي كريم اللي كنا دزنا 50 درهم يعني الكريم هذا الكريم تاع لا فيتامين سي لا فيتامين سي راه معروف اونتي طاش وكيغذي الوجه كيفتح اللون تاع البشره فالتركيبه ديالو صراحه شي حاجه اللي هي زوينه كتغليظ يعني كتغلغل في الاعماق نتاع البشره وكتعطينا واحد ليكلا زوين هذاك داير 50 درهم وهذا ديال هذا بالنسبه لها لا تبقاو لي منو غير 30 تاع الحبه 30 درهم 30 درهم هادي شنو هذاك القسط الهندي القسط الهندي راه عنده بزاف ديال الفوائد يعني شحال ما ذكرت منها ما غاديش نوصل القسط الهندي داير 25 درهم فعنده بزاف ديال الفوائد تقدروا تبحثوا عليه باش هكا يعني تستافدوا كريم دو جوغ هذا تقدري ديريه في النهار عنده نسبه تاع الحمايه 30% يعني بالنسبه لفصل الشتاء راه مزيان ما كيخليش الوجه كيلمع داك الزيت اللي فيه يعني من الفوق فكيدخل للبشره وكيعطيها واحد الحمايه واحد الرطوبه داخليه هذا كريم اللوبان غني عن التعريف اونتي غيد كولاجين طبيعي 100% فكيتمشى بواحد يعني بواحد الطريقه اللي هي كبيره الحمد لله داير 50 درهم هذا اللوبان العماني اللي كنديروه مع ما ورد وكنديروه بحال بخاخ الوجه ديالنا حتى هو اونتي غيد صراحه شي حاجه زوينه المقشر نتاع اللوبان حتى هو مقشر كنديروه جوج مرات في السيمانه حتى هو اونتي غيد وكولاجين طبيعي هذا كريم التفتيح حتى هادو قولي منهم غير هاد الحبات كريم التفتيح كنديروه لاي منطقه فكيفتح اللون ما كنقولوش تبيض كنقولو التفتيح لان تبيض ما كاينش باش نكونوا واضحين
التفتيح لاي منطقه بغيتيها. فالحمد لله لقى واحد الاقبال زوين، راك يعني انت تشوفي شحال بقى منه. بالنسبه للثمنهم 50 درهم هو وكرم تاع اللوز، وهذا ديال المقشر تاع اللبان تاع 60 درهم. 60 درهم هادو شحال دايرين؟ هادوك 20 درهم. 20 درهم هادو كذلك نفس الثمن ديال الاخرين. كنت على اليدين، فهو كيعالجنا اليدين من التشققات ونشوف هي تاع اليدين. هذاك داير 40 درهم، غسل الوجه داير 40 درهم حتى هو. لاباز ديال الكوك عندنا تما مقشر تاع الفيتامين سي ومقشر تاع اليدين حتى هما 40 درهم. زبدة الشيا حتى هي 40 درهم، زبدة الشيا الخام راه مزيانة للشعر والترطيب، راه عندها بزاف تاع الفوائد. زينة هي للشعر بعدا عندها فوائد كثيرة. ماسك بروتين الأرز، فالأرز راه غني عن التعريف حتى هو بالنسبة للشعر، حتى هو داير 40 درهم. عندنا الجيل ألويفيرا وعندنا المقشرات حتى هما 40 درهم. هذاك ملح الهيمالايا للاسترخاء تاع الخدمين، صراحة شي حاجة زوينة، داير 30 درهم بالأعشاب. عندنا تما صباغة طبيعية من اللون البني والأسود والأكاجو، فشي حاجة طبيعية بالأعشاب. الشيب حتى هي عليها واحد الإقبال الحمد لله اللهم لك الحمد. الناس اللي ما كيديروش الصباغة والكيماوية كيديروا هذه الطبيعية الحمد لله. عندنا الفحم النشيط ديال السنينات، كنحكو به السنينات مع الدونتيفريس ديالنا، فكيعطي واحد البيوضية وكيحيد داك الكالكير بالنسبة للمدخنين، بالنسبة للناس اللي كيشربوا القهوة ديك السفورية، فكيعطي واحد النتيجة زوينة. الثمن ديالو داير 40 درهم، الصباغة حتى هي دايرة 40 درهم 100 غرام. هادو هنايا عندنا الطين الأبيض والطين الأخضر والطين الأزرق والودعة، هادو كيداروا ماسك، هادو غسول طبيعي بالنسبة للوجه، كينظفوا لنا الوجه وكيحيدوا الحب وكيحيدوا لي غيب، يعني عندهم واحد الفوائد بزاف للبشرة. مقطر نتاع الورد، مقطر نتاع الورد راه معروف بلا ما غادي نشرحه. فبالنسبه للاثمنه داير 30 درهم، وحتى بالنسبه للطين حتى هو 30 درهم. وعندنا هنايا الصابونه نتاع النيله دايره 15 درهم، الصابونه نتاع اللبان الدكار تاع كرم الفاسي، الزعفران، الحبه السوداء، السيدر، الحلبه، القهوه، الورد، لا لويفيرا. المهم راه عندنا مجموعه تاع الصابون نفس الثمن 15 درهم. بالنسبه لهذا لو سيروم، هذا لو سيروم يعني ديال لاباز ديال الخروع ولي فيتامين وبزاف تاع الزيوت فيه، فهو كيطول الرموش وكيحد التساقط ديالها. اللي في ديالو صراحه شي حاجه زوينه. الثمن ديالو بالنسبه لهذه القرعه داير 50 درهم، وهذا الماسكارا دايره 30 درهم. هذا جل استحمام توا يعني طبيعي، ما فيه صون بارابين، كاع المواد اللي هي مضره ما كاينش فيه. هنا عندنا مسك الطهاره، فمسك الطهاره حنا ما كنخدموش، هو مستورد راه معروف، ومسك الرمان. الزيوت العطريه حتى هي عندنا. عندنا هنايا مرطب نتاع الشفاه بلا باز نتاع العكر الفاسي والورد، مقشر نتاع الشفاه فداير 20 درهم، وهذا 10 دراهم. هنا عندنا سيروم تاع الورد اللي مخدوم بالورد، وعندنا سيروم تاع اللبان الذكر اونتي غيد اصلاح الوجه، هو كلشي الوجه هادو ديال الوجه. هذه خلطه الاميرات الصراحه، اللي واحد الخلطه اللي هي زوينه تركيبه ديالي، عندي راسه وتجربه، فهذه عطات واحد النتيجه زوينه للتساقط ومشاكل تاع الشعر. دايره 60 درهم. هذه زيت السعد، زيت السعد اللي هي بديل الليزر، كنديروها مور لاسيغ، مور ما كنحيدو يعني الشعر الزائد كنديروها باش ما كيوليش يكبر. بالنسبه هنايا عندنا واقي الشمس، هذا ايكون سولير و ميم بون سي طاش، يعني ما كيخليناش لي طاش كيفتح البشره، داير 100 درهم. بالنسبه لزيت النمل، زيت النمل راه معروفه حتى هي بحال بحال زيت السعد. عندنا هنا لي سبراي تاع الشعر، معطر الشعر، لاباز تاع الازير، ولي بارفان صراحه شي حاجه زوينه، دايرين 50 درهم. هذوك هذا ديودورون تاع مزيل العرق حتى هو برائحه المسك، 30 درهم، راه برومو كندير 40 درهم. هذا سيروم تاع نفخ الخدود والشفايف داير 50 درهم. هذا سيروم تاع علاج الاظافر اللي هو مشكل تاع الفطريات تاع الاظافر، واللي الضفار ديالهم كيتهمسوا،
فهو مفيد حيت فيه لي فيتامين. عندنا هذه الزيت نتاع البرونزاج دابا راه برد الحال والله الا لا كاينين يديوه درك يتسوى لا بلا ما تشمشي يعني الا كاين اللي كيبغي داك اللون برونز كيعطي اللون برونز داني 50 درهم هذوك 50 درهم حتى هذاك داير 50 درهم بالتوصيل نتاع الاظافر عندنا هنايا معطر نتاع الجسم حتى هو ريحه ديالو زوينه حتى هو 50 درهم بحال بحال زيت البرونزاج كما راكم تشوفوا يعني حويجات اللي طبيعيين وكتعصرهم راه عندها هنايا العصاره غير شنو هي يعني ديك القضيه ديال العصير يعني من الاحسن بالنسبه للقضيه ديال العصير راه يدخلوا لاباج ديالي فيسبوك راني ديجا حاطه لي فيديو شارحه فيهم فيها بزاف يعني ديال 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 المعلومات اللي تقدر تفيدهم ويعرفوا كيفاش كيتعصروا الزيوت كيفاش كيتنقعوا وياخذوا فوائد يعني معلومات هذا الشيء اللي انا غادي نخلي لكم حتى لاباج ديال فيسبوك ديالها باش تواصلوا معاها. هنايا كاين هاد الزيوت هادو هذا هنا عندنا السيروم تاع الكيراتين قالي منو غير هذا تمشى بواحد الطريقه صراحه زوينه. فاللي بغيت نقول لك اختي دنيا عندي لي برودوي اللي حنا دايرينهم تاع الوجه بحال هاد لي سيروم بحال لي كروم بحال ديودورون بحال لي سبراي تاع الشعر وديال الجسم فهادو كيتخدموا في المختبر التركيبات ديالي وانما كيتخدموا في المختبر يعني بطريقه صحيه بطريقه امنه ماشي انا كنخلطهم عندي. بالنسبه للزيوت وكاين شي حويجات اللي هما عاديين فيعني كنقدر نخدمهم لان لي برودوي اللي كيداروا في الوجه كيكونوا سونسيبل ما يقدروش اننا حنا نرونو يعني ماشي منتوج طبيعي ماشي هو منتوج طبيعي مصنع فهمتي كيكون داخل فيه حويجات اللي هما مصنعين هما من الطبيعه ولكن كيخص يكون يعني نخدموهم بحذر ما خصش يدخلهم شي بكتيريا ما خصش بزاف ديال الحويجات. هادشي اللي بالنسبه لهاد الخلطه ديال الاعشاب ديال الخلطه نتاع الاعشاب نتاع التساقط نتاع الشعر والقشره وبالنسبه اللي كيكون يوجعهم الجلده نتاع الراس الفروه نتاع الراس فهي كتدار اللي كدير الحنه دير معها واحد شويه اللي ما كديرش الحنه تقدر ديرها غير مع المدافي وديرها في الشعر ديالها عادي وتخليها واحد الساعه وتغسلها فهي مجرد اعشاب. بالنسبه للعقده قلتي عندنا هنايا عقده نتاع المكسرات مكسرات بعسل النحل وحبوب اللقاح وفيها بزاف نتاع الحويجات فهي طبيعيه 100% الحمد لله ما كنديروا فيها فاتح شهيه ولا سيرويات ولا دليل على ذلك اننا حاطينها يعني برا وكان كانت فيها شي حاجه اللي هي ماشي كيم يعني كيماويه ما غاديش نخليوها حنايا برا فدونك كتعطي طاقه كتزيد في الوزن كتفتح الشهيه بواحد الطريقه صحيه فماشي داك الشيء اللي كيشوفوه في لي فيديو ان كينتفخوا بديك الطريقه كتطلع يعني صحتها صحه عاديه نورمال يعني على لا فورم اللي خلقها لها الله. بالنسبه عندها واحد الميزه انها مقوي لا بالنسبه للنساء ولا بالنسبه للرجال يعني كتعطي واحد الطاقه كبيره الحمد لله عاونت حتى في الناس اللي عندهم البرد وعندهم مشكل تاع المناعه عاونت حتى في الحمل بزاف نتاع يعني حتى الزبونات ديالي كان عندهم مشكل تاع الحمل فالحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. عندنا هنايا هذا كريم الاكيبي ديال التسميل الموضعي بالنسبه للناس اللي كيديروا لونطريمون فحتى هاد العقده كنبيعها انا للدراري والبنات اللي كيديروا لاصال اللي كيديروا الحديد. بالنسبه للكريم الاكيبي فهو تسميل موضعي لا بالنسبه لليدين الرجلين اي منطقه بغات يعني انها تسمنها فمع الرياضه ومع التغذيه الصحيه كيف ما كنقولوا اختي دنيا ضروري ما يكون التغذيه الصحيه ويكون ما عندناش مشكل عضوي ما يكونش عندنا فقر الدم ما يكونش عندنا نقص في لي فيتامين فباش نقدروا نوصلوا لذاك الشيء لا بالنسبه للبشره ولا بالنسبه للشعر ولا بالنسبه لزياده الوزن فالا ما كانش داك الشيء صحي عندنا عضوي ما نستناوش عاد غادي تعطينا النتيجه شي حاجه باش نكونوا واضحين وما نضحكوش على الناس. هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للثمن هذه كيلو 200 درهم 50 درهم كريم الاكل. بالمناسبه اختي دنيا بغيت نفيد بزاف نتاع البنات حيت هاد الايام واحد الضجه راه كاينه لي في تيك توك ولا في مهم جميع المواقع على الخروع وزيت الخروع فالبنات الله يخليكم ما ديروش واحد الغلط انكم تمشيو تعصروا زيت الخروع بحال هكا عند عشاب وتمشيو تستعملوه لان هكا راه فيه تسممات القشره ديالو راها سامه يعني الا حطيتيها على الدات ديالك اولا يقدر يوقع لك التهاب لا قدر الله وتقدر توقعي في شي حوايج اللي هما اكثر من داكشي اللي باغيه تعالجيه فدونك كاين زيت الخروع اللي هي منزوعه التسمم هذه زيت الخروع كتكون منزوعه التسمم كتباع في المختبرات اولا في لي باراميديكال
فحنا كنجيبوها من المختبر من زوعة نتاع التسمم. حنا هاد الخروح هذا كنديروه للخلاطات بالنسبه للتساقط نتاع الشعر، يعني خصو يكون مع بزاف نتاع الحويجات، ما خصوش يكون بوحده. يعني هذه كمعلومه بغيت نستغل الفرصه في قناه اختي دنيا باش نفيد بها البنات، واللهم يسر. خوتي خواتاتي كما شفتوا وصلنا للتا ديال الفيديو، ما تنساوش تقلبوا لنا واحد جيم وتبارطاجيو لنا الفيديو معاكم باش ان شاء الله هاد المعلومات اللي كانوا في هاد الفيديو يوصلوا ان شاء الله للناس برين. وما تنساوش تزوروا المعهد تاع غزال بيو، صراحه عندها داك الشيء واعر، اثمنه اكثر الاثمنه، عجبوني الاثمنه عندها، داك الشيء نقي وزوين، الاثمنه زوينه. وبغيت نقول لكم مرحبا بالناس اللي دخلوا عندي جداد، مرحبا بكم والف مرحبا. وما تنساوش تخليو واحد التحيه زوينه في الكومونتير تحسنوا دخليوها. باي باي.